كل أسبوع في عنا حلقة خاصة متعلقة بالصحة وفقرة مميزة نستضيف فيها أخصائية لنستفيد بخبرتهم أكيد لصحتنا وصحة أطفالنا. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو حلقة صحية؟ اليوم حلقة صحية. أكيد نحن لما نقول حلقة صحية أنا عم بحكي عن مواد فينا نستهلكها كأكل اللي هي ممكن تفيدنا، أما أكيد ما عم نحكي عن ناس عندها مرض نحن عم نتحكمها. صحتنا منيحة. كيف بنحافظ على صحة هلا أعضاء جسمنا؟ اليوم عم نحكي عن مواد فينا ناكلها بتساعد كلوينا يضلون مرتاحين، عم يشتغلوا مزبوط. الكلاوي مثل ما عارف الكلاوي هي مصفاية الجسم. مصفاية الجسم مزبوط. هن والرواية والكبد هن تقريبا أهم من أهم أعضاء بالجسم. اللي بينطفوا الجسم من كل المواد هذا منه الكلاوي. شو فينا ناكل اليوم؟ بنحافظ بنحافظ على كلاوي صحية. بتعرف العالم هلا هالأيام السكر والملح ومدري شو كل هول بيزعجوا الكلاوي. السكر كثير عم ناخذ سموم بدون ما ننتبه. الملح بيزعج كثير، بروتين بيزعج الكلاوي. فالكلاوي هن بحد ذاته بينطفوا كثير، بينطفوا جسم من كل هذا، بس هن بيتحملوا كل الضغط. فلذلك لازم ناكل اكل صحي لنحافظ على كلاوينا بطريقه او باخرى. فريسيرش صغير عملته عم بقرا عم شوف، اهم شيء انه بالكلاوي بدنا ناكل اشياء فيها هاي ان فيتامينز هاي ان فايبرز، الياف كثير، الياف وفيتامينات والاملاح مثلا نخفف الصوديوم نكتر بوتاسيوم. مثل ما بنعرف ما نكتر بوتاسيوم، بس نتكل على الملح من البوتاسيوم مش الملح من الصوديوم، لانه الصوديوم بيأذي الكلاوي. السكريات نفس الشيء، بدل ما ناخذ سكر مصنع هيدا الابيض اللي هو مكرر مش مصنع، طبعا هو بالنهايه جاي من الطبيعه السكر هذا، ناخذ سكر من مصادر. حتى في السكر المصنع كمان هذوك يصيروا بديل سكر، بس نحن عم نحكي سكر طبيعي. ناخذ اشياء مثل من السكريات من الفاكهه والاشياء الطبيعيه. الفاكهه والاشياء الطبيعيه مثل الشمندر مثلا، حنعمل هلا صحن باستا مع شمندر وجبنه. حلو. هذا الصحن الاولاد كثير بحبوه. مزبوط. اللي هو نحن بنعرفه ماك اند تشيز. بتروحي على طول المطاعم بتلاقي مكتوب اسمه ماك اند تشيز، يعني ماكروني اند تشيز. حنعملها مع بيتوي، حنطعمها شوي زياده، فينا نعملها لاولادنا، لانه بتعرف نحن الحمايه ما بتبلش لما نكبر، الحمايه بتبلش نحن صغار. فالاميات الامهات عندهم كثير دور كيف بنحافظ على صحة أولادنا. هناخد هلا كسرول، هنسلق الباستا. اوكي. شايفة عم تستعمل باستا صغيرة اليوم؟ ايه، عملت باستا صغيرة. أنا بدي أعملها كلها جراتان. مشان نستخدم أي باستا. بس العادة بنستعمل الألبوز الكواع. هودي الصغار. للأولاد، لأنه ما بدنا كمان ولاد كبير. في هلا على شكل أحرف أبجدية. ايه هودي. أشكال كمان منيحة للأولاد. وفي منهم ملونين، بس على طول ننقل الملونين بصبغات طبيعية مثل سبانخ أما شمندر، وما ننقل معمولين بصبغات صناعية. صناعية ايه. بيكون أحسن كمان لأولادنا. هذا المي بستغلي أكيد. كيف نسلق باستا؟ مي وشوي مش زيت، ملح. ملح، بعدين بس نشيله من نحط اللون زيت. شوي زيت زيتون. هنحط ملح أكيد. أوكي. هيدا الطبق من وين يا شيف اجمله؟ هو طبق امريكاني انجليزي، ما كان تشيز، معه مكرونه انجليز كثير بحبوه، بس نحن حنزيد عليه شويه طعمات، حنحط معه شمندر، حنحط معه شويه خردل. يعني نفتش على تريكس كمان نحبب هالاطفال او ندخل لهم هالفاكهه والخضار المفيده للصحه اللي بحبوها. فيها نشويات، الشمندر فيه سكر بس طبيعي، هيدا شو بيقول عنه السكر البطيء اللي هو النشا. الشمندر فيه سكر، بتعرف تبي مشان السكر مش شمندر بيعطي طعمه حلوه، وبنفس الوقت فيه كثير انتي اوكسيدنت للجسم، لانه يعني هو مثل ما ذكرت على طول قلت لك انا كل شيء لونه اخضر مثل السبانخ والبقدونس والخيار وهول بينعمل عصير بينشرب، والشمندر من اهم عصير ممكن نشربه لننظف كلوينا، لانه عالي بالفيتامينز خاصه البي كومبلكس البي 6 بالاجمال اللي بيساعد الكلاوي جسمنا يضل مرتاح، فيتامينز وانتي اوكسيدنت للجسم. كمان الاشخاص اللي عندهم فقر دم بيعطوهم شمندر، شمندر لانه عالي بالحديد، لانه الحديد اللي فيه كثير عالي، احسن ما ناخذ حبوب حديد، شمندر فيه كثير حديد عالي.